اعتادت أن تقوم بهذا العمل يوميا من دون تعب أو ملل حسب وصفها، إذ تتحدث أم محمد على أنها لا تجد ما تقدمه للشباب إلا استخدامها خبرتها المتراكمة وتقديم الخبز الحار لهم رغم مشاق العمل لساعات طويلة، منطلقا من الشعور بمظلومية الشباب الذين تحدوا كل الظروف واعتصموا في مدينة لطالما عانت الفقر والحرمان. شنو اللي اردو اسوي لهم اياه؟ انا شفت شلون انت تخبزين. اي عادي. هذا تعب جهد؟ لا مو تعب. والله هو ابني صار له 11 يوم يخبز، انا قلت له عاونك، جاب التنور والقنينه من البيت محمد. قلت له يما ايش تردون انا؟ اللي اسوي بالبيت واللي اسوي لكم اياه هنا واجيبه جاهز. والله العظيم. ما نعوفهم اياهم، هاي هي، تعبوا، كلها شبابنا تعبت والله العظيم وانهارت. مشهد جميل وثقناه حين وجدنا أم محمد وهي تقوم بتوزيع ما جهزته إلى مجموعة من الشباب، اكتشفنا بعدها أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أصروا على القدوم لساحة الاعتصام في الديوانية ومشاركة إخوانهم في مطالبهم رغم صعوبة السير وسط كثافة العدد هناك. احنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم، اليوم جئنا لهذه الساحة، ساحة العز والانتصار وساحة الحق. اليوم رغم يعني الضرر اللي احنا موجودين، اصرينا اليوم نجي ونشارك اخوتنا من المتظاهرين ودعما للشهداء. هذه وقفه مع الشهداء. مطالبنا لذوي الاحتياجات الخاصه، نريد وطن. هذا فوق كل هذا. اليوم اذا اجى الوطن، الوطن مفقود باسم الطغاة الفاسده. هذا الشاب أراد إيصال عشقه للوطن بطريقته الخاصة، فلم نمانع من إعطائه الفرصة بتحقيق طلبه. هل أراك في علاك تبلغ السما، تبلغ السما موطني موطني. تحية باسم كل شباب العراق. تحية للعراق. تحدي وإصرار وتكاتف وتعاون وشعار واحد، نحتاج وطنا نشعر فيه بأننا ننعم بحياة كريمة. هذا هو العنوان الأهم والمطلب الوحيد. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.